الرعب هو احساس او شعور ناتج عن الهلع والشعور بالخوف من شيء معين، ان كان بصوره مباشره او بصوره غير مباشره. عليه عزيزي وعزيزتي المشاهده، وعلى هذا التعريف اللطيف للرعب، يعني الخفيف اللطيف، مقطعنا اليوم راح يكون لعبه رعب. شوف خلينا نكون صريحين، فكرتنا اليوم هي لعبه رعب. اللعبه تحكي انه انت بائع لواسق او بوسترات او ملصقات. وظيفتك الاساسيه انه تلزق بوسترات على جميع جدران وابواب المنازل بفندق، منازل بفندق، الغرف بفندق. يا شباب اتمنى وصلت لكم فكرة المقطع لهذا اليوم، اتمنى تعجبكم، لا تنسونا من لايك واشتراك، وخليكم ويا المقطع الرعب اللي ما راح نرعب منه ومشاهدة ممتعة. بزون قاعد يصيح خطيه، اروح اجيب وايد كلام فارغ مان شغل بي اي اي اف اف سي سي ذن الازرار الوحيدات. صار سيارة قاعد تشتغل هنا، خل اروح للصوت البي سيارة قاعد تشتغل. وين راح الصوت؟ الو الو شو طفيت؟ دولة ثلاث اشخاص، اثنين بنات وواحد ولد. الباب مقفول يا شباب. حلو، قاعد نضغط اي اي كل شي ماكو. يو كان انتر اني ثري دون، قول واحد واحد واحد. يا رب يفتح الباب. شنو الصوت؟ ايوه انفتح. الله يستر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اح فتح لك. ما تخاف ابني. شنو هاي؟ شو قاعد يحمل؟ حلو، هيجي راح نلزق الملصقات او البوسترات على البيبان. حلو، هذا باب نلصق. شغل عادي يا شباب، ماكو اي لعبة رعب بالموضوع، يعني ما نقدر نستخدم كرسي شي يوز. اوه هذا المصعد، شلون نسوي ذا دسنا هنا؟ اي الحمد لله والشكر، ماكو اي واحد يطلع لنا جنب بس كذا. نروح نكمل شغلنا، لان احنا ناس على باب الله يعني، وندور خبزة. نلصق الملصق، شغل طبيعي في عام طبيعي. عطشانين؟ عطشان يا عزيز المشاهدة، انا عطشان ولا راح اشرب مي. شوفوا هنا شنو الوضع. حلو، نقدر نصعد منها بدون مصعد؟ يلا صعد. شباب هيجي خلصنا يعني الطابق الاول من الشسمه من الملصقات، فراح نروح نشتغل بالطابق الثاني، يعني شغل مرهق شوية، يعني طابق اول تسع طوابق. ايش راح يخلصون ذني من الباكر؟ يلا يا عيني انتقلني للطابق. شفتوا اللي انا شفته؟ يا ربي ما يطلع لي جنب سكين. نكمل شغلنا كوناس طبيعيين، نزق بوستر هنا، بوستر على هذا الباب. تمام التمام، ما عندنا اي شيء. اكو بعد هنا شيء نزق عليه؟ طبعا حاطين طاسه كرسي. هذا الباب بنفسجي شوية غريب، ليش الباب بنفسجي؟ يعني اكو بيبان بنفسجية؟ الطابق الثالث، الله ليستر. الحمد لله وشكر، ليش احس هو منتظرني بالطابق الثالث؟ بزونة يريد يدخل، دقيقة. يا ربي ما بي اي شيء. لا 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 لا. المرة نسد، ليش نسد؟ شكله مريض هذا، شكله مريض. كمل كمل، احنا شعلين بالناس. شكله هذا هنا الجو يعني مريض ويعاني من سعال في. اقدر الزق هنا بوستر؟ مرخصتكم يعني. يا رب يا ربي لزق شغلك الطبيعي يا امير.
تدرون لحد الان هسه وصلنا للطابق الرابع. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر اني ما كنت منتبه لهذا الوحش اللي حاول يطب لي من المصعد. الحمد لله والشكر. تعال والدين يا شباب، والصلاه اهم شيء، صلاه اهم شيء. بعد تبقى عندنا 5 طوابق. الله يستر. بزون حبيبي قاعد تخرعني انت يا حبيبي. لا هيجي بدينا الشاقة، قام شنو اسوي؟ يا اح يا شباب، الزق الزق الزق، ما عليك بيش، الزق 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 وخلص، الزق وخلص، الزق وخلص يا امير. انت شغلك تلزق، انت شغلك ما تحكي، انت شغلك ما تحقق، ما عليك منو ميت هنا ومنو ما ميت، انت اهم شيء تخلص شغلك. يا رب ما يطلع بوجهي، يا رب ما يطلع بوجهي، يا رب ما يطلع بوجهي. الزق الزق الزق، بسرعه خلص من عندهم. زق يا شباب، بيبان ما تبين هنا، شو كلها ظلمة؟ اكو بعد باب هنا؟ ماكو؟ حلو خلصنا. الطابق الخامس، الطابق الخامس. هلا. اي الطابق الخامس بيها ضوية شوية، الحمد لله والشكر. شغل، الزق. الزق الزق الزق، ما عليك ما عليك ما عليك بالاصوات، انت شغلك تلزق. الباب، من فتح الباب؟ الو، من هناك. انا ما اريد اتجسس عليك، بس يعني عندي شو اسمه، عندي بوستر هيك بس الزقه على الباب اذا تسمح لي. يمكن لزقته، يمكن لزقته يا شباب. ما نطب ما نطب الغرفة، احنا اهم شي نكمل الشغل، ما علينا. كمل شغلك يا امير. البيبان مفتوحة خصوصية، ليش يقول لك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم؟ وصلنا يا طابق، طابق سادس، والله عمي زين. يا رب الطابق السادس، بقانا بس 7، 8، 9، بس 3 طوابق. هذا حاط كرسي مقابلني هنا منتظرني. صوت واحد غني. هلا هلا يا شباب، عادي يعني مستأجرة طبيعية قاعد تتدرب على الغناء. شنو دخل بيها؟ صوتها حلو، واذا شفناها وصادفناها بالممر راح نقولها صوتك حلو ترى يخبل. لزق لزق لزق، شغلك بس تلزق. صوتها قاعد يزيد من هذا الباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. هاي عين هاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله أوف 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 أوف، شغل شغل هذا التلفزيون، الحمد لله وشكرا. لا هاي العين قاعد تلحق وراي، هاي العين قاعد تبوا وراي. روح 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 أمير، روح على شغلك، ما عليك. لزق 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 لزق، بعد ما كشت لزق. الو يا طابق، وصلنا الطابق السابع. لحد الان شغلنا توب وشغلنا ما بي اي شيء، بقالنا بس طابقين والله ليستر. شو تقول؟ ايش قاعد تقول؟ ايش ايش اوف يا اخي، قاعد يشتغل اوف. ما علينا، ايش علينا، بيها نكمل شغلنا. خليها تغني منها الباكر الصبح، هو التلفزيون قابل شي يسوي. احا احا احا، يا شباب انا خاف احكي لانه هو سامعني. طب لما صار؟ يا ربي كل خارة ما تخوف كافية. هالمرة فوق، هالمرة فوق، هالمرة كل شي بالمقلوبي. مو علينا بيهم، احنا نكمل شغلنا. شو علينا؟ هو صاحب الفندق اصلا ما مرتب، احنا شو علينا؟ قابل نرتب له اياه. وصلنا الطابق الثامن، دوس على الطابق الثامن يرحم لي والديك. دوس على الطابق الثامن، بقالنا بس طابق واحد.
يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. هذا شنو هذا؟ أوف. نبقى أعوذ بالله. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس أستاذ شبوحي بس أخلص شغلي من فضلك، وليس يعني إذا ترضى، إذا ترضى بس أخلص شغلي، ما أريد أي شيء. شكرا 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 لأن خليتني لزق. شكرا شكرا شكرا. راح نروح، ما نزعجك، كمل براحتك كمل براحتك. كم دقيقة يا شباب، وين الغرفة؟ المصعد وين؟ المصعد شلون هنا؟ لا لا تقول حبسني، لا 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 ما ارتطب هنا. اسف انا ما ارد ازعجك، بس الطريق مسدود من هنا وتدري انت يعني شوية. احا طب 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 والله يا شباب طفل يبكي هنا، انا جابني هنا. اسف طب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله. وانفتح هذا الباب قدام تشالمز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو هذا المصعد هنا، الحمد لله وشكر. بس نطب منانة، بس نكمل شغلنا يا ربي ونخلص. بقاك وشي هنا نشلب؟ ماكو الحمد لله والشكر. روح وديني للطابق التاسع، وديني للطابق التاسع يرحم لأمك. وديني دقيقة اشرب مي. اي شي راح يصير بالطابق التاسع انا ما مسؤول عنه، واي شي يشوفونه يصير بي. راديو ما علينا بي. اوف. وين البيبان؟ اي بيبان ماكو؟ علي من نلزق البوسترات على الحائط؟ عادي بس انت مبين حائطك نظيف، يعني ما نريد نخربط عليك، فخلينا نفوز ونخلص هاي المرحلة بسرعة. هذا باب حلو، اعتقد بس هي هاي المرحلة هنا. ها هي؟ شباب دست الطابق الاول، نزلنا للطابق الاول. خير؟ اعتقد راح ننزل للطابق الاول. الو طابق اول. الو احا اسف 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 جيت اشتغل. لا 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 لا، وين راح المصعد؟ وين راح المصعد؟ وين راح المصعد؟ يا شباب باب طلعني. اسف خلصت شغلي، سويت كل الملصقات، سويت كل شيء طلبتوه من عندي لان انتم يعني مطلعيني. ف اعتقد هنا انا الطريق الصح. اي شوفوا شلون، والله عرفت. ربما يطلع لنا شيء بالوجه. طلع المصعد اعتقد. لا تباوع لورا، لا تباوع لورا، لا صرنا بنص متاهة. اعوذ بالله من الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون. علو جيب لي الباب. اسف خل نسد بوجهي. اسف والله اسف. خليه كمل. حبسني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشياطين. اعوذ بس طلع. ما اريد بس اطلع
لا عليك بس اطلع. حلو 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 هذا الباب طلع. يا الله اسباركم خفت. تعريف الخوف هو مشاعر واحاسيس. مولاي شباب.